اللهم إنا بك فلا تلهنا عنك، ولك فلا تسلط علينا غيرك، وإليك فلا تصرف وجوهنا دونك. إياك نرجو ونخاف، وسواك نكره ونعاف، وإليك نسعى حافدين، وجنابك نرعى وافدين، ونعماك ننشر على الأقربين والأبعدين، وبحقك نتهادى بين المريدين والعارفين، ورحمتك نرجو محتاجين مفتقرين. إلهنا، لا حمد إلا لوجهك، ولا إتقان إلا لفعلك، ولا نفاذ إلا لحكمك، ولا نور إلا ما سطع من لدنك، ولا صواب إلا في قضائك، ولا حلاوة إلا في كلامك، ولا قوام إلا بتأييدك، ولا تمام إلا بترتيبك، ولا صلاح إلا بتهذيبك، ولا مضاء إلا بتسبيبك، ولا سكون إلا في فنائك، ولا هناءة إلا في عطائك، ولا حكمة إلا في أنبائك، ولا أنس إلا مع أوليائك، ولا نشر إلا لآلائك، ولا بصيرة إلا بإلهامك، ولا حجة إلا في أحكامك، ولا تدبير إلا بين نقضك وإبرامك، ولا توكل إلا عليك، ولا رحمة إلا منك، ولا خير إلا عنك، ولا شرف إلا بتشريفك، ولا استبانة إلا بتعريفك، ولا اهتداء إلا بتوفيقك، ولا إجابة إلا بتلطيفك، ولا رشد إلا في تكليفك. إلهنا، فبقدرتك التي أتت من وراء خلقك، وبحكمتك التي اشتملت على جميع بريتك، وبمشيئتك التي نفذت في عبادك، إلا آنستنا بعبادتك، وأمددتنا بزيادتك، وأذقتنا عذوبة القرب منك، وخلطتنا بالذين اجتبيتهم لخدمتك، فإنك إن فعلت ذلك بنا فقد صرفت عنا غائلة كل غائل، وأمنتنا كيد كل ماحل. إلهنا، ليس يلتبس أمرك إلا على من حجبته عنك، ولم تؤهله لمعرفتك، مقدته فجهلك، وحجبته فجحدك. إلهنا، بحرمة هذه السابقة منك إلينا، إلا ألحقتنا بعصابة الأتقياء عندك، وحشرتنا في زمرة الأولياء قبلك، وخصصتنا بعد هذا وهذا بما لا نحسن أن نتمناه، ولا نجسر على أن نتخطاه. اللهم سلمنا كيف شئت، واهدنا إلى التي هي أقوم عندك وأرشد لديك، فاحفظنا إذا قلنا، فإنما نقول لك ولوجهك، وألهمنا إذا سكتنا،
فإنما نسكت من أجلك ولعظمتك يا ذا الجلال والإكرام.